هدوء نادر الحدوث. إسطنبول بأحيائها وشوارعها وسواحلها باتت متنزهاً لهم وحدهم في العيد بعد فرض حظر تجوال كامل يشمل جميع الولايات ويستثني المسنين للخروج في هذا اليوم فقط، فكان فرصة لنحو 20,000 سوري مقيماً أيضاً. الحمد لله، حاسة كتير يعني مبسوطين الحمد لله، ما في أحسن من هيك يلي عملنا هالنهار وهالمجال نطلع فيه. يعني ما بنطلع غير يوم الأحد يوم بيصير إلنا، والأربعة بناخذ الأولاد لشيئرنا. والله يعني شغلة سعيدة جدا، وإنه الناس هون كأنه بيراعوا شعور الآخرين شوي، إن المسنين قاعدين بالبيت أكثر من غيرهم، أملوا لهم فرصة لوحدهم يطلعوا، وشي جيد هذا. للأسبوع الثالث سمحت الداخلية التركية بخروج المسنين فوق 65 عاماً آخر أيام الأسبوع الذي تزامن أيضاً مع العيد في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. كل شيء يعود للتقدير الإلهي. هذه المرة الثالثة التي أخرج بها خلال 65 يوماً، وأتمنى عيداً سعيداً للجميع. اكتفينا بالمعايدة على الهاتف لأول مرة منذ 65 عاماً. بلدية اسطنبول ومنظمات مثل فريق الوفاء الاجتماعي والهلال الأحمر وزعت المياه والمعقمات والورود للمسنين وهنأتهم بالعيد. بدأنا من حي سراج شاني في الفاتح وعايدنا المسنين ووزعنا الشوكولاتة والهدايا والكمامات وأهديناهم تهاني منظمتنا أيضاً، وسنتابع تجولنا في المنطقة. تستعد تركيا للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وقد تخفف من قرارات حظر التجوال بعيد العيد مع انخفاض معدل الإصابات. وحده من يستمتع بأجواء العيد وفرصة الخروج إلى الشارع، فالحظر للجميع والفرحة للمسنين هذا العيد في تركيا. تلفزيون سوريا، سيما نعناعة، إسطنبول.